الدرس الرابع قال أقسام التوحيد: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. في ناس قالوا انتوا عندكم ثالوث زي النصارى، تقولوا الله ثلاثة، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. هسي ده ما جهل؟ ديلك بيقولوا الله ثلاثة، بيقولوا منو؟ بيقولوا الله وعيسى ومريم، بيقولوا الله ثلاثة. وبعضهم يقول أو يروى عن بعضهم جبريل، فيفرق يقولون الله إله وعيسى إله ومريم إله. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلى آخره. هل نحن بنقول الله ثلاثة؟ نقول الله ثلاثة. لما نقول الله عنده أسماء حسنى، الرحمن الرحيم الملك القدوس، هل معناه هو الرحمن رب، الرحيم رب آخر، ولا هو نفسه الله سبحانه وتعالى؟ زي بتقول ده الأسد وده الليث وده كذا وده كذا، الضرغام وده إلى آخره من الأسماء، وده ملك الغابة، بتسميه أسماء. وهو مع إنه واحد بس، هو عنده شعر دقن وعنده سنون وخمشته قوية، بس ما في الله سبحانه وتعالى. لما نقول هو الرب، هو رب ولا ما رب؟ هو رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ولما نقول هو الإله المعبود بحق، هو إله ولا ما إله؟ هو الإله المعبود بحق، وغيره عبادته باطلة، كما قال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. ولما نقول عنده أسماء حسنى وصفات علا، هل معناه فرقنا بين الله تعالى، قلنا هذا رب وذاك رب آخر وله أسماء وله صفات، ولا هو نفسه سبحانه وتعالى عنده أسماء حسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ هذا كله في النهاية لخبطة. ولك انتوا ثلثتوا زي النصارى. ما ثلثنا، أنا ما أقول الله واحد، نصارى بقولوا الله ثلاثة، الله وعيسى ومريم. لما نقول الله واحد بس، هنا أنا مشكلتنا معهم في شنو؟ بيقولوا نادوا المكاشف، نادوا الكباشي، نادوا صايم ديمة، نادوا برع القوم، نادوا فلان، نادوا فلانا. لما نقول نادوا الله براو، كيف نقول الله ثلاثة؟ هسيدي بتجي. لما نقول التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، معناه التوحيد ده أنت عشان تكون موحد لابد تتوفر فيك الثلاثة أشياء دي. تؤمن إنه الله رب الكون، لو آمنت إنه رب الكون براء ما وحدت، لأنه في ناس مؤمنين إنه الله هو رب الكون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ذيل الكفار بقى توحيدك ده ناقص. في ثاني أقسام: تؤمن إنه هو الإله المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لا شريك له. إذا وحدت إنه الله هو الرب ربوبية، وإنه المعبود بحق ما عبدت غيره، أنت موحد. وتؤمن بأنه عنده أسماء حسنى وصفات علا. لو قلت الله ما عنده صفات، لا مستوي لا كذا لا كذا لا كذا، قال شيخ الإسلام نقلا عن أبي حنيفة قال: من قال لا أعرف الله في الأرض أو في السماء فقد كفر. من قال لا أعرف الله في الأرض أو في السماء فقد كفر، فإن ربه مستو على العرش، الرحمن على العرش استوى. ودي مسألة معروفة، هسي بتطلعوك مجسم يقول لك هؤلاء مجسمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء الثالث والجزء الرابع، الجزء الثالث اسمه مجمل الاعتقاد، مجمل اعتقاد السلف، والرابع مفصل اعتقاد السلف، قال: أول من جاء بلفظة الجسم وهي ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في أقوال السلف
لا في أقوال الصحابة ولا التابعين. وأول من جاء بلفظة الجسم هم بيقولوا ابن تيمية مجسم، قال أول من جاء بلفظة الجسم، وليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أقوال السلف، لا في الصحابة ولا في التابعين. وأول من جاء بها هو هشام ابن الحكم الرافضي، رافضي يعني شيعي. تجد تقول له مجسم، وديل جعل الله تعالى يا زول يا زول، ده كلام في النهاية لخبطة. هنثبت لله ما أثبته لنفسي؟ قالوا الله عنده وجه، بنقول عنده وجه. دليلكم شنو؟ قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قالوا الله عنده يدين، بنقول عنده يدين. دليلكم شنو؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال ابن عمر، هذا بتكفره، قال ابن عمر أربعة خلقها الله بيديه، بيديه أو بيده في الفتاوى، قال العرش والجنة والقلم وآدم، بيده بيده. ده ابن عمر تقدر تكفره؟ والله قال لك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال للشيطان كده. طيب لو قالوا لنا يدين الله زي يدين كندي كذي، بنقول شنو؟ نقول ليس كمثله شيء، ما بنقول يدين وزي يدين. يدين أنا أقصات واس، يد المخلوق ما زي يد المخلوق، دي يد الباب ودي يد أنا واحد، دي حقة حديد ودي فيها صابع، ودي بتختلف، ويد يد الموتر وما بعرف، ويد المفرمة هذه كلافة، دي زي يدك، ويد القرد دي مش أيادي. وإذا كان بين المخلوق والمخلوق، قال ابن تيمية في الجزء الخامس، فإذا كان ابن عباس قال أسماء فواكه الدنيا وفواكه الجنة ليس بينها إلا الأسماء، تختلف إلا الأسماء، وأتوا به شنو؟ قال فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق فكيف بالخالق والمخلوق؟ أم نقول الله زي المخلوق لكن شيء أثبت لنفسه؟ نقول لا ما كذي شكذي. الجامع قال هؤلاء يردون على الله، يقول الله الرحمن على العرش استوى، فيقولون لم تستوي، بيردوا على الله عديد. واستوى دي ما فسرناه نحن يا ناس، ما فسرناه نحن من راسنا، نحن دي نحن ديل. في صحيح البخاري قال مجاهد استوى على العرش، وهي من سورة الأعراف وديك من سورة طه، قال استوى على العرش أي على العرش. الأرض دي أصغر من السماوات، والسماوات أكبر من الأرض، والكرسي أكبر من السماوات، والعرش أكبر من الكرسي، ورب العرش أكبر من العرش، وهو غني عن العرش ليس محتاجا إليه. عشان كده ذيل يتوهموا، وجاء محمد المنتصر ده صوفي، بيزعلوا الناس، بيزعلوا هم بيسيئوا لله، وما بزول قاعد يدافع لله إلا من رحم الله. جاء محمد المنتصر جابوه في الإذاعة، قال بيجيبوه في التلفزيون الإذاعة، قال يقول لك الله في السماء، والله قال إذا السماء انشقت معناه الله بتلب. قال شوف الكفر ده عليك، الله في زول بيقول لي الله كذي، وفي زول بيعتقد عقيدة زي دي؟ هو السماء الخلق منه، والسماء الماسكة منه، إن الله يمسك السماوات والأرض عن شنو؟ أن تزولا. نحن ما نقول الله في السماء يعني السماء المخلوقة دي الأولى دي ولا الثانية ولا الثالثة، لا لا، السماء يعني العلو. أأمنتم من في السماء؟ السماء يعني العلو الفوق ليك، يعني الله فوق السماوات السبع، فوق السماوات السبع، فوق 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 الكرسي، وفوق فوق السماوات السبع سدرة المنتهى وقف فيها جبريل، قال لي تعالى ما بقدر أتقدم. وباللفظ قال هنا قال لكل مقام معلوم، يعني بس أنا ده حد هنا جبريل عليه السلام. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده، هم من الأوحى إلى عبده الله سبحانه وتعالى. والمعراج وين؟ والصلوات الفرض منه، والقرآن نزل من منه يا أخي، ربنا عظيم سبحانه وتعالى، وفوق العرش وفوق أي شيء سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، بل رفعه الله إليه إلى آخر ما يذكر.
عشان كذي أنت تثبت العلو لله سبحانه وتعالى. الزمن جاء خلاص الناس تصلي وإذا مد الله في الأجال نأتي ونواصل. فهذا التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية توحيد وتوحيد الأسماء والصفات. هذا الكلام الذي يدعو إليه المصنف رحمه الله تعالى وفي كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله توحيد الربوبية فإن الله تعالى يقول الحمد لله رب العالمين وهو الرب سبحانه وتعالى. وأما قوله توحيد الألوهية فالله تعالى يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأما قوله توحيد الأسماء والصفات فالله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والذي يعتقد أن الله تعالى هو رب العالمين وأنه الإله المستحق للعبادة وأن له أسماء حسنى وصفات علا فهو موحد، فهو موحد. أما إذا اعتقد أن الله تعالى هو الرب وأنه الإله المستحق للعبادة ولكن نفى الأسماء، نفى أسماء الله تعالى ونفى أن تكون له صفات وهي صفات الكمال، فهذا كافر بالله تعالى. فكيف يؤمن بأنه الرب وأنه المستحق للعبادة وينفي عنه صفات الكمال؟ من صفاته أنه سبحانه وتعالى عدل، أنه يحكم بالقسط. فهل يعقل أن يقال فلان مؤمن وهو لا يعتقد أن الله يحكم بالعدل؟ وهل يعقل أن يقال أن فلان مؤمن وهو لا يعتقد أن الله تعالى هو الرحمن الذي يرحم عباده وأنه تعالى هو الملك وهو القدوس وهو إلى آخره؟ من الأسماء المتضمنة لهذه الصفات، فأسماؤه سبحانه وتعالى مشتقة من صفات وهي ثابتة بالكتاب والسنة. يعني لما نقول الله سبحانه وتعالى من أسمائه السميع ومن أسمائه البصير، لما نزول يقول لا الله لا السميع ولا البصير، والله ما بيسمع. لو قلنا بيسمع كذي مثلناه بالمخلوق، وده جهل. المخلوق سمعه ناقص والله سمعه شنو؟ كامل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يقول لك وهو السميع البصير، تقول له لا السميع ولا البصير؟ يقول لك لا خلاص أنا أثبتنا إنه السميع لكن ما بيسمع. طيب الله قال قد سمع الله، هذه تمشي من ناوية. عديل قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله شنو؟ يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عشان كده نازل هون فروا من التمثيل والتشبيه فعطلوا الله تعالى من أسمائه ومن صفاته، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى وضلال. وضلال انت ما تنفي الأسماء ولا تنفي الصفات ولا تقول الأسماء والصفات يلزم منا مماثلة المخلوق، وإنما تثبت لله ما أثبته لنفسه وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه. عشان كذي الأشاعرة يحاججون وغيرهم يحاججون بما أثبتوا. هم قالوا الله حي، قالوا الله حي، لكن ما عندهم في صفات ما بدنا نثبتها له. زي شنو ما بتقدروا تثبتوها له؟ قالوا الاستواء. دائما بندندن حول المسألة دي لأنه اللقط فيها الضلال فيها.
قالوا إذا قلنا استوى وهناك فإذا استويتم عليه واستوت على الجودي وقلنا الرحمن على العرش استوى استوى واستوى معناه اتشابهوا الخالق والمخلوق معناه بيناتهم مماثلة عشان كذي ما بنثبت الاستواء لكن بنقول هو الحي سبحانه وتعالى. طيب الإنسان حي الآن قدامك ده حي ولا ميت؟ حي. أثبتت للإنسان أنه حي وأثبتت لله أنه شنو؟ حي. يقول لك لا 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 أنت ما فهمت هذا. يقول لك كيف؟ يقول لك ما الإنسان ده هو شيء مخلوق من عدم زمان ما كان فيه خلقوه من طين وبيجي يوم بيموت بيفنى لكن الله حي هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شنو؟ شيء. بس أيوة فنحن لما نقول الله حي والإنسان حي قصدنا الإنسان ده حياته معينة ناقصة لأنه مسبوغة بالعدم ونهايته شنو؟ فناء في الدنيا. والله لما نقول حي حياته كاملة في الأزل وفي الأبد. فهمت المسألة؟ يقوم يقول لك كذي يقول لي برضو أي صفة الله يثبتها يتعامل بها نفس القاعدة بتاعتك دي. قول صفة الإنسان ناقصة زي ما قلت حياته ناقصة صفته دي ناقصة الإنسان ده سميع. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فجعلناه جعلنا شنو الإنسان سميعا بصيرا. هناك في الآيات دي الله هو السميع البصير فبتقول سمع الإنسان ناقص أسي بيسمع لكن برا بيتكلموا الناس أنت سامعهم ما سامعهم يبقى سمعك ده ناقص عنده حد معين لكن الله سامع الجوة دين وسامع شنو البرا فتثبت لله السمع الكامل الذي يليق بكماله وتنفي عنه مماثلة المخلوق. وإلا إن لم تفعل هذا تخبطت في أسماء الله وصفاته. القاعدة دي واضحة أي شيء الله أثبته في القرآن من صفات الكمال تثبت لله. قال لك بتماثل صفات المخلوق تقول لا الدليل ليس كمثلي شيء. قال لك الله بيغضب تقول بيغضب وإنسان بيغضب تقول بيغضب يا زول الله بيغضب أي دليلك شنو تقول ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. والإنسان بيغضب أي بيغضب ودليلك شنو فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. طيب غضب الله زي غضب الإنسان تقول لا لا وإنما غضب الإنسان يليق بالإنسان وغضب الله يليق شنو بالله سبحانه وتعالى. كذب ترتاح لكن طيب مشيت قلت لا لا والله الشغلة دي معناها ما معناها قعدت أول شيء شبه شفت أي ذول بين في العلو أول شيء بعين كذب يقول أوي ده استوى على السرير أي معناه ذاك ومعناه وذاك وذاك بعد شوية بيلقى روحه ويقول لك لا 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 الشغلة دي ما بتجي يا ذول الله قال فيه تقول لا لا ما بتجي والله كان قال ذات وما بتجي كيف ما بتجي والله أثبت لنفسه تبتغالت الله سبحانه وتعالى لكن تقول يليق بكماله والإنسان يليق بنقصه كذي بتكون مرتاح جدا وبتكون أي آية في القرآن دي بتؤمن بها ما في آيات ما بتؤمن بها وأي حديث في السنة بتؤمن بها وبهذا تكون النجاة. ذا الدرس الرابع الخامس آخر درس في العقيدة الدرس السادس الخامس ده أركان الإسلام والسادس شروط الصلاة وهي تسعة إذا مد الله في الآجال إن شاء الله تعالى نأتي ونواصل في هذا الكتاب. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع في حلقة الناس تحرص عليها إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد.